يسعد اوقاتكم اصدقائي. السيد رئيس رجب طيب اردوغان سوف يزور منطقة اسنلر في الدورتيول في اسطنبول يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023. مثل ما انا شايفين اصدقائي، هاي التجهيزات حاضرة اليوم الخميس، تجهيزات حاضرة لزيارة السيد رئيس رجب طيب اردوغان بكرة يوم الجمعة. ها هي الأجواء حاليا في ساحة أسنلر في مدينة اسطنبول. بكرة الساعة 4:30 عصرا سوف يكون التجمع في ساحة أسنلر قبل يومين من الانتخابات الثانية والنهائية. مثل ما احنا شايفين أصدقائي، يوم الأحد الموافق 28 مايو راح يكون موعد الانتخابات النهائية لرئاسة الجمهورية التركية. ها هي ساحة أسنلر، ها هي التحضيرات. طبعا لكل شخص بده يجي على هالمنطقة، منطقة أسنلر، من العرب المقيمين والقادمين إلى تركيا، بنصحهم انهم يحملوا الكملك معهم، لانه راح يكون في تفتيش تدقيق كتير كبير في منطقة أسنلر. هاي هي الحواجز مثل ما احنا شايفين اصدقائي، وين راح يكون المسرح. هذا الجامع المركزي في ساحة الدورتيول، التجمع الاكبر راح يكون في منطقة أسنلر في اسطنبول الأوروبية. الله يحمي تركيا وقائدها من كل شر يا رب. هي الأجواء حاليا في مدينة اسطنبول أصدقائي. ساحة كتير كبيرة، هاي هي التحضيرات. مثل ما خبرناكم اصدقائي، لا حدا ينسى يشيل معه الكملك او الاقامة، انه راح يكون في تدقيق كثير على الهويات والاقامات. كل واحد معه اقامة او اي شيء بثبت شخصيته لازم يحمله معه لحتى ما يصير معه اي مشاكل. هي الأجواء الحالية. مدينة اسطنبول. موعدنا بكرة أصدقائي يوم الجمعة إن شاء الله، راح نوافيكم بآخر الأخبار. راح نكون معكم من ساحة أسنلر لنكون بث مباشر لحضور السيد رئيس رجب طيب أردوغان إلى ميدان أسنلر. هاي هي ساحة الدورتيول، هون السوق الكبير الموجود فيها. هون في محطة أسنلر قريبة كتير، اللي بده يوصل لساحة أسنلر. حتى في محطة مندرس من هذا الطرف، لكل واحد بده يعرف المنطقة وكيف يجي عليها. محطة مندرس أو محطة أسنلر فينو ينزل فيهم بيوصل لساحة أسنلر، قريبة ما هي بعيدة. مثل ما خبرناكم 26 مايو 2023 بكرة الجمعة راح نكون بتغطية وبث مباشر من هالمنطقة لنوافيكم بآخر الأخبار والأحداث الموجودة في اسطنبول في منطقة أسنلر تركيا عامة.